السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليني نقول لك انه لا ديال تروا كل هاد واش تعلمناه في لا ديال زو ولا في لا ديال ا خرجنا بنتائج يعني نتائج جديده فيما يخص الطابع العمراني. بدينا نعمل عليه هذه مده. خليني نقول لك انه الطابع العمراني تاع ال ا ديال تروا ما راحينش يكون بهذا الطابع العمراني. مشينا باش نحسن الطابع العمراني، ما ننساش انه رانا نبني يعني للاجيال القادمه. نعطيك مثال انه في الاديال طوا راح تكون عمارات تاع الاربريس يعني 20، راح تكون تاع العمارات تاع اربريس 15. لهذا مشينا مع عده شركاء باش ننجز مصانع، يعني نقوم بالاستثمار وننجز مصانع للمصاعد باش تكون هناك يعني اون اندستري تاع لي زاسونسور في الجزائر. اون اندستري يعني نوصل انه يكون المصعد جزائري 100%. في عده يعني شركاء بدينا معاهم في هذا الطرح، وهذا اللي راح يخلينا باش نقوم بانجاز عمارات ذات طوابق اكثر، يعني ار بلس 20 ار بلس 15. راح تكون ما تكونش كما في الار ديال تروا في الطابق يكون هناك ربع يعني شقق، راح نمشي تكون 6 شقق، لانه علاش في المدن الكبرى فيه شح في العقار. هذا الشيء راح يخلينا الاستعمال العقلاني للعقار في المدن الكبرى، نمشي يعني الاتجاه طوابق شويه عاليه يعني مرتفعه، ويكونوا 6 شقق في الطابق، يعني يكون يعني الهول كبير باش ما نمشيش في نفس الشيء اللي مشينا فيه في. إذا ستتميز سكنة عدل 3 بطابع عمراني جديد حسب ما أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي خلال زيارته لموقع مسكن سيدي عبد الله في العاصمة. وقال بالعربي في تصريح بالمناسبة عن السكنات الجديدة المشيدة بمناطق التل والوسط والجنوب ستكون بطابع عمراني خاص، وستشيد عمارات الصيغة السكنية الجديدة ب 15 و20 طابق من 6 شقق في كل طابق، على أن تزود بمصاعد محلية الصنع. يقول الوزير من جهة أخرى، كشف الوزير العربي أن نسبة تقدم الأشغال في موقع مسكن سيدي عبد الرحمن قد بلغت 80%. إذن هذا الخبر اللي سمعته دار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وزير السكن صرح معلومات أن السكنات عدل راح يكون بهم 20 طابق، وكان يكونوا ب10 طوابق، وكل طابق فيه 6 شقق. في سياق كلامه وتصريحاته أنه هدر على لاسونسور أو المصعد راح يديروه طبعا من صنع جزائري. نتمنى تعملوا جام للفيديو أو بصمة للفيديو، ولو كنتوا أول مرة تزورونا نقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد القناة. كما سمعتوا يعني بالدرجة تاعنا الباطيمة الوحدة راح يكون فيها يا 20 طابق يا 15 طابق، وكل طابق فيه 6 عائلات يعني 6 غرف. والبني تاع بلادنا تعرفوه النوعية تاعو تركيا ومدركة الكبر تاعها والتقدم تاعها طبعا والتطور تاع البناء تاعها اكثر من الجزائر. وشتو واش صرا فيها الله لا يقدر وربي يبعد علينا وعلى المولين ان شاء الله هذيك الكوارث الزلزال واش صرا فيه، ربي يستر وخير. حنا نتمنوا ان نكونوا غالطين في كلامنا وتوقعاتنا، نتمنوا يكونوا السكنات بكل المعايير نتاع البناء. واكيد الناس كامله تصدموا وانا وحده منكم، يعني عدد الطوابق قلنا معليش 15 20، لكن الشيء اللي حيرني انه في كل طابق 6 عائلات راح يسكنوها. نعمل علامة استفهام الكم الهائل هذاك لعدد العائلات في طابق واحد، موشي بالشيء الهين. المسؤولين ظنوا يعني هذا الشيء لما داروه يعني راح يربحوا الناس تسكن بزاف وراح كامل الجزائريين يفرحوا. سكنات عدل يعني حقيقة ربي يكون خير وخلاص. المهم الحاجة المليحة
كما نقولوا احنا نتمناو غير حاجه الباهيه للشعب تاعنا، لانه عن جد يستاهل يعني يوسع ويستاهل سكنه تكون يعني يفرح بها ويفرح عائلته العائله تاعو. لكن الشيء اللي خايفه منه انا واكيد انتم كذلك، ان هذا الاكتظاظ تاع العماره يكون فيه الناس كيما كيف الانسان هذاك راح يعيش في هذيك الفوضى في حالة ما هذاك المصعد تعطل، كيفاش هذاك الإنسان حيطلع 20 طابق؟ يعني حاجة ربي يستر وخلاص. قادر واحد أخر يدخل يقولك نقعد كراي وما نسكنش بالإيجار، يعني ما نسكنش دار المسكي، يعني تكون ملكي أنا شخصيا. علاش؟ لأنه يعني 6 عائلات فوقك يا ولدي وانت عايش من تحت، ماشي حاجة هينة. المهم راح نشوفوا بعض مداخلات الناس وش قولهم على هذا الشيء، ونحب آراءكم أنتم كذلك في هذا الموضوع وهذه النقطة بالذات. طابق تاع 20 طابق في عمارة واحدة وكل طابق فيه 6 عائلات خاوتي، نتمنى تعطوني آراءكم على هذا الموضوع في هذا أسفل الفيديو، ونشوفوا مع بعض تعليقات الناس وش تقول. هذا رأي المعايير من سلامة وإتقان العمل، ما طبقتهاش في العمارة ذو 5 طوابق وحابين يطبقوها في 20 طابق. نشوفوا رأي تاني، غادي غير في الرحيل يتعطل المصعد والناس في دارها تبيع ليمونطاسيون، مشاريع فاشلة والضغط على الزوالي، ربي يقدر الخير. لا أظن أن الفكرة ستنجح في بلدنا، وأبسط مثال في عمارات عدل 2 ذات 9 طوابق أحيانا المصعد يتعطل ولكم تخيل حجم الكارثة. نشوفوا رأي آخر، يا حوجي يسرنا كي تركيا نهار زلزال نموت وقع، بعيد الشر كارثة صح، ربي قدر الخير إن شاء الله. نشوفوا رأي آخر، الكارثة أن الوزير قال غادي نطورها اللهم بارك 6 عائلات في طابق واحد، والعمارة ممكن تتكون من 15 إلى 20 طابق، أي حسبة شعال من عائلة، شحال من عائلة في العمارة الواحدة؟ هل هذا تطور؟ هل يقبل هو يسكن فيها 5 طوابق ب15 ساكن؟ وما تفهموش، فما بالك 120 ساكن؟ كارثة. شكون يقدر يسكنوا في الطابق 20؟ والله مشكل. وأخيرا هذا قال نقعد كراي وما نسكنش في الطابق 20، ومع 6 جوارين تقول حوش كوليكتيف. ربنا يجيب الخير وخلاص. هذه بعض الآراء تاع الناس ومخاوفهم كذلك، يعني ماشي حاجة بالسهل باش تسكن في طابق في 6 جيران وكل بالبيت، يعني مش نعرفين شحال سكانه، يعني خلية نحل ربي يبارك. المهم نتمنى إن شاء الله ربي يلطف بالعباد وخلاص. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، خلوا لي ارائكم حول ما شفتوا وما سمعتوا واراء الناس، واش تعليقاتكم انتم، واش يعني تتوقعوا انتم يعني كمتابعين الشيء هذا اللي راح يصير بقدر الخير وخلاص. ونقول لكم تهلاو في ربعكم الى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.